يلا بينا ركز معايا. قبل بس ما نبدأ نحل نتفق مع بعض على اتفاق كبير خالص جدا جدا. يلا بينا. بص معايا هنا اهو في الشيت ده وخليك معايا كويس جدا فيه. بص يا مستر خليك معايا. اول حاجة انا عندي فريقين يا ريت ما تنساهمش خالص. التيم الاولاني اللي هو الاي والوي واليو والذي. التيم ده هو عمره ما بيحب الاس. اهو انا عامله بالايه؟ بالبلو. تمام كده؟ طيب علشان كده لو انا جيت قلت كلمة ايد احطها في الصف ده. تمام؟ طب لو انا عايز اقول ايدز لا هعملها بالريد. الريد اللي هو هي وشي وإت. طب يا مستر البديل بتاع هي وشي وإت قال لي سنجلر. اهو يبقى سنجلر. يبقى ده يا مستر خلي بالك دي الريفيو المراجعة على مين؟ على يونت 1 عشان لو حد قاعد مش فاهم. طيب فين؟ في الكونكت بلس. مركز يا سعيد؟ طيب طيب وده طبعا البلولر. طيب لو انا عايز اقول ايتس بقى احطها هنا ولا هنا؟ ريد ولا بلو؟ هنا. عاش. طيب سؤال تاني مركزه. طب لو انا عايز اقول دونت بلو ولا يالو ولا ريد؟ بلو. يبقى هنا هو دونت ادي دونت اهي. طب لو انا عايز اقول دازنت ريد الريد يبقى دازنت هنا. وليه؟ علشان اهي دازنت. طيب لو انا عايز اقول دو احطها بلو ولا ريد؟ بلو. بلو ادي دو. طب لو انا عايز اقول doesn't ريد. يبقى هنا اهو. طيب ده كده الدرس بتاعي. طب الدرس بتاعي في نوت تانية. مركز يا محمد يا شريف هنا. طيب ايه تاني؟ شايف الوردة بتاعت جنى؟ ادي 1 2 3 4. كم واحدة فيها؟ 4. الكلمات ده هي حتى لو فيه وشي وات بعديها ما بنحطش اس. بعدها ما بنحطش ايه؟ بنحط انفينيتيف. بنحط ايه؟ انفينيتيف. الكلمات دي دو وداز ودونت ودازنت. طبعا لما تكبر شويه هناخد دي ديد وديدنت هيبقوا 6 عشان نبقى ايه. لكن انا بتكلم على الدرس بتاع النهارده. الفول ووردز دول بياخدوا ايه؟ انفينيتيف. بياخدوا مين؟ بياخدوا مين؟ بياخدوا انفينيتيف. تيجي نحل؟ يلا تعال نحل بالترتيب. ماشي يلا سعيد. نمبر 1 اي جيت ولا جيتس ولا جيتنج اب ات 6 كلوك. يبقى انت هتقول لي ايه؟ جيت. تمام هات اللي بعديها. واحد صح. هي واتشز واتشنج تي في افري داي. واتشز عشان هنا هو يا مستر هي والشي والات بيحبوا الاس. اعملها. هات لي يوسف. She like ولا likes ولا liking sweets. Likes. Likes عشان هي وشي وات يا مستر بيحبوا الاس. محمد شريف. They. زي ده هي بتحب الاس ولا ما بتحبهاش؟ زي. صح ما بتحبهاش. هتاخد اني جو ولا جوز ولا جوينج؟ طيب هو مش موضوعنا النهارده بس الاي ان جي ده هي انا بختارها لو في ام ويز وار. هل الجمله في ام ويز وار؟ دور على ام ويز وار. موجوده ام ويز وار؟ لا. يبقى ام ويز وار يبقى ما فيش اي ان جي. يبقى انا هنا هاخد جو صح. ماشي ما تلخبطش. هات لي جنى. يا جنى. احمد. احمد ده خياله مين؟ هي ولا شي ولا ات؟ هي. هي. طيب احمد ده خياله هي. الهي ده هو بيحب الاس ولا ما بيحبهاش؟ بيحبها. ياخد مين بقى؟ بلي ولا بليز؟ ايوه كده علي الصوت شويه عشان في ناس مش بتسمع الصوت الواطي خالص زي حالتي كده. طيب مين تاني؟ ادي بليز مش مام. يلا يا عبد الرحمن يا شاطر. كوكس. عاش كده النتيجه الراوند الاولاني كله حل صح. كله صح. هات اللي بعده. يلا سعيد. اي يوجوالي. اي ده هي هتاخد مين؟ سوري ووش. ووش موافق. صح. عايش. هات اياد. ايه ده انا مش صح. انا على ايه؟ مديتك درجه. انا حد دلوقتي كله صح. عايش. هات لي اياد. حل يا صديقي. احنا بناخد مين؟ هناخد منى. منى دي هتاخد مين؟ دو ولا داز ولا دوينج؟ داز. موافق عشان هي وشي وات يا مستر بيحبوا الاس ومنى ده هي تعتبر شي. هات لي اللي بعديها.
يلا يوسف. We always clean ولا cleanse ولا cleaning؟ أدي we. We. هناخد إيه؟ أول واحدة ولا تاني واحدة؟ لا الوي واليو والزي ما بيحبوش الاس. انا كنت عاملهم ايه؟ كنت عامل الرد الاحمر اللي هي وشو الات بيحبوا الاس. هل وي معاهم؟ لا بالظبط. تبقى كلين. هات اللي بعديها. محمد شريف. علي عند عمر. علي وعمر دول واحد ولا كتير؟ طب بص كده ليهم. لما تلاقي علي وعمر او تلاقي كلمه انت اعرف ان هي زي. عند يعني ايه؟ زي يعني محمد عند علي يبقى دي كده زي. بكيزة عند زغلول دول زي. ريا عند سكينة دي زي. توم عند جيري دول زي. الزي بقى بيحبوا الاس ولا ما بيحبوهاش؟ فكر. بص يا محمد يا شريف انا عايز اكون ماشي النهارده مروح في الحصه كده. شفت الراجل اللي كان في الفيلم كده كان بيقول انا مش طويل ولا بل انا قصير وقزع ولا كان مش عارف كان بيقول ايه. عايز اكون ماشي كده في الشارع النهارده تقعد تقول لي الهي والشي والات بيحبوا الاس. الهي والشي والات بيحبوا الاس. الهي والشي والات ماشي. قولها لمدة ساعتين يوميا وهتبقى كويس. قول بقى. ها علي عند عمرو ما يحبوش الاس. برافو عليك. هناخد مين بقى؟ ريد ولا ريتس؟ انا حاسس ان احنا بندور على عيل تاني. ايه؟ ريد. صح عاش. الله عليك محمد شريف يا جماعه. ده مش عايز اقول لكم مستودع مستودع مهارات. هات اللي بعديها. منى. مريم. مريم او مريم ما تصدق انا قريتها منى من بعيد. مريم ده ولا مريم بقى؟ ده مروان. مروان خدعتنا احنا الاثنين. يلا يا مروان. مروان دونت ولا دازنت ولا ايزنت لايك كاتس؟ هي مروان دي اللي هي شي الهي والشي والات بيحبوا الات. صح. هناخد مين بقى؟ دونت ولا دازنت؟ دازنت. انت متردده ليه؟ ده احنا لو دخلنا اسمه من اول بص هنغير اقوالنا. هات لي عبد الرحمن. يلا يا عبد الرحمن. ذا بويز. ذا بويز دونت. جدع. ليه؟ لان بويز ده هي سعيد عندي كانها ذي. هات لي اللي بعديها. لا احنا هنا انت هنا ماشي. هي دونت ولا دازنت ولا ايزنت؟ دازنت. دازنت. انت بتحلي يا جنى؟ لا. تعسل يا عبد الرحمن يا صديقي. مين اللي عليه الدور؟ ها؟ اياد. طيب هات لي اياد. امير عند احمد. امير واحمد دول هياخدوا مين؟ دونت. دونت. يبقى هنا هو هياخدوا مين؟ دونت. ماشي. هات اللي بعده. اي هتاخد دونت ولا دازنت ولا ام نوت هيلب مام؟ دونت. موافق. هات لي محمد. I don't ولا doesn't ولا I'm to help. الاي ده هتاخد مين يا محمد؟ اي. احنا اتفقنا قلنا ان انت هتمشي في الشارع تقول ايه اللي هي والشي والات بيحبوا الاس. صح. هل الاي دي منهم؟ لا. بس يبقى ايه تاخد انت ايه بقى؟ عندك don't و doesn't. لا don't. بدي ده بتغشش يا مست. والله العظيم لا. عمال تعملي كده ليه؟ لا والله. والله يعني هو لو ما كانش المفتح يساعد ضعيف النظر يعني يبقى اقول على الدنيا السلام يا الدنيا الرحمن يا رحيم. فكروني بالكتكات لما الاثنين راحوا الاثنين عميانين راحوا مركب في النيل. فاكرين البتاع دي؟ يلا ما تغششوش بعض عشان ما تخشوش انتوا الاثنين جهنم وتتشوا هناك زي الفراخ. مين اللي عليه الدور؟ يلا يا خالتي جنى. وي دونت ولا دازنت ولا ارنت سليب؟ موافقك دونت. هات اللي بعده. يلا يا عبد الرحمن. قالك زي ذا جيرل. جيرل ده هي اللي هي شي. هتاخد مين دي كده؟ اول غلطه يا باشمهندس. حلو. ها هتاخد مين؟ هي جيرل واحده صح. هتاخد مين؟ طيب هي جيرل دي يعني ايه؟ بنت. تاخد اني ضمير؟ اي ولا هي ولا شي ولا ايه بالظبط؟ حلو. الشي بتحب مين؟ الاس. حلو. الاس. أني واحدة بقى فيهم اللي فيها اس؟ دونت. عسل. شكرا. هات اللي بعده. مستر دونت. مستر دونت. مين مستر دونت ده؟ زي دونت. برافو عليك. هات لي اياد. دونت.
عشان طارق ده هو هي هعمل doesn't. طارق احنا هنا خلاص طارق هنا بقى طارق طارق doesn't. You like dog. Yes I do. رجل مجاوب هنا بدو يبقى هو سائل بمين برضو بدو يبقى هنا هو لو مجاوب بدو يبقى هو سائل مين بدو موافقك. يوسف شاطر هات لي محمد شريف. يا محمد يا شريف الراجل ده هو مجاوب بدازنت نو شي دازنت يبقى هو سائل بمين؟ طيب شي نو شي دازنت هو الراجل مجاوب بدازنت مجاوب بمين؟ استناني بس يفهم من الاول مجاوب بدازنت اللي بيجاوب بحاجه بيسال بنفس الحاجه اللي بيجاوب بحاجه بيسال بايه؟ يعني مثلا بقول لك do you like ice cream do you like ice cream انت بتقول لي yes I do بتقول لي yes I ايه لان انت سألت بدو تمام. طب لو قلت does she انت بيجاوب yes she does اتفقنا. يبقى انا هو راجل مديني does يبقى انا سألت بمين جدع. يبقى هنا هو لو انا شفت في الاجابة كلمة اوكي هي هي نفس الكلمة بتاع السؤال. طب يلا يا مين يا عبد الرحمن الراجل مجاوب بنو ذي دونت يبقى هو سائل بمين؟ نو ذي دونت اهي مجاوب بنو ذي دونت يبقى هو سائل بمين؟ ها عسل. يبقى هو سائل بنفس الأداة. يبقى انا هنا هو لو شفت دونت في الإجابة يبقى انا هحط في السؤال برضو دو شفت داز انت في الإجابة هحط برضو في السؤال داز. هات لي مين؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن جاوب؟ اه يلا يا جنجنت انتوا اختلفنا اه احنا في 23. يلا يا جنى قلت يس هي داز ادي داز يا جنى يبقى الراجل سائل بمين؟ جدع يا جنى. ايوه كده يا جنى يا نهار ابيض ده عبد الرحمن. انا قلت داز بعد ما قلت. يلا بينا do you او do they eat meat yes they yes ده هي معايا؟ لا هي هي اللي هتجاوب مش هي هو سائل بدو صح؟ اه يبقى هو هيجاوب برضو بمين؟ دو. يبقى اني واحدة؟ دو. ما تجاوبش ما فيش حاجة كل واحد يحترم دور بعض اتفقنا؟ انا مش عايز اسيبك تحل لوحدك انا بحب ان انا اكون معاك في واحدة واحدة. طيب هات اللي بعده. يلا يا سعيد هنا هو بيقول لي دو ذي ايت ني خلاص احنا عملناها. هات لي 25 does she clean her room no she no ده هي بتحب مين no she does ولا no she doesn't ولا no she isn't no بتحب not جدع اني واحدة بقى فيها not جدع عسل. يبقى no بتحب مين not يبقى انا مش هقول له no do او no does لكن هقول له no doesn't او no don't. اللي بعديها هنا الراجل جاوب بدو معايا يوسف دو ده هي بقى بتاخد هي ولا شي ولا ذي يا اياد دو بتاخد هي ولا شي ولا ذي؟ زي عسل. يبقى دو بتاخد زي. هات لي يوسف داز داز بتاخد ايه هي ولا شي ولا يو ولا ذي؟ ها شي جدع. يبقى داز عشان هي وشي وات بيحبوا الاس فينا الشطر قوي في الجروب يا جماعه. محمد شريف داز ا بيرد هاف تو وينجز الراجل كاتب داز داز ده هي فيها نط ما فيهاش نوت يبقى ناخد يس ولا ناخد نو ناخد نو هي نو بتحب نوت ولا ما بتحبهاش؟ طيب هل هي عندك نوت عشان ناخد نو ما عنديش صح ولا عندي ما عنديش يبقى انت هتاخد نو ولا يس اخر كلام شكرا يا ريتاج جزاك الله خير. طيب هات اللي بعده. يبقى هنا وانت قلت لي مش اخر واحده مين اللي عليه الدور كده مش هي. طب بس ازيك يا عبد الرحمن هي اللي هتحلها هي لا هي اللي هتحلها عشان هي ما خدتش دور. معلش يا عبد الرحمن انا هديك واحده صعبه شويه do they study hard ادي دو هنا الراجل مجاوب بدونت دونت ده هي فيها نوت صح؟ اه نوت بتحبي يس ولا نو؟ دونت بتحبي نو ايوه او ربنا ايوه. طيب تعالى ناخد بيجي ثانيه.